تتواصل التحديات والانطلاقات أيها الحفل الكريم من هنا من برنس الميادين ميدان الرقيعات على بركة الله وتوفيقه. ثاني أشواطنا حامل في طيات القعدان الفطامين المشتركات 1500 متر أسيرة مع البداية مع الصدارة الأولى. من يتقدم الجموع أدهم على المركز الأول ناصر بن علي بالسعودي الدرعي من ياتي ويقدم أدهم، بينما المركز الثاني القادم مرموق محمد بن عبد الله بن سلطان الدرعي، بينما الدخول أيضا الوصول ناصر حامد بن علي بن علوات الدرعي، والمركز الرابع النداء الأخير شاهين حمد بن سعيد بن علي الدرعي. ولكن الله عود مع أدهم، مع أدهم الذي داهم البداية داهم المركز الأول، انطلق إلى البداية إلى الصدارة. الله يدهم ناصر بن علي بالسعود الدرعي، انفرد كل الانفراد كل التحديات. القادم على المركز الثاني الله ارصد القادم الواصل شاهين حمد بن سعيد بن علي الواصل بكل قوة، وايضا الواصل شاهين حمد بن سعيد الله الله الله. هناك من الجناصي حامد بن علي بن علوات الدرعي، ولكن ادهم 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 الله يا ادهم ادهم مع المركز الاول. الجماعة واصلينك واصلينك شاهين بن علي شاهين بن علي الله يا بن علي قادم لا محالة لا محالة الى البداية عابر عبور الكرام عابر عبور الكرام. سلام يا بن علي روح روح كعادة هذا الشعار وكعادة هنا هذه الانطلاقة المميز شاهين حمد بن سعيد بن علي الدرعي يطير مع البداية مع المركز الاول الله وادهم على المركز الثاني. من يتقدم ناصر بن علي بالسعودي الدرعي ابقى مع كوكبة الثنية خلاص يا بن علي روح يا بن علي روح يا بن علي. الامتار الاخيرة الامتار المجنونة تهانينا والناموس لمالكي شاهين حمد بن سعيد بن علي الدرعي. المركز الثاني وصل ادهم ناصر بن علي بالسعودي الدرعي، والمركز الثالث ايها الحبل الكريم وصل اللي هو ناصي حامد بن علي بن علوات الدرعي. نعود والتوقيت الزمني دقيقتين 12 ثانية 62 جزءا من الثانية. تهاني لمالك شاهين حمد بن سعيد بن علي الدرعي. ندور اللي دق التيم دق يلا يلا بنشوف المنافسات القادمة.